السلام عليكم احبائي. الفيديو اليوم ان شاء الله غيكون على هذه الغساله ديال الاطباق او الماكينه ديال القشوع. الماركه ديالها ميديا. هذه الماكينه جبتها مؤخرا وقلت غادي نشارك معكم طريقه ديال التشغيل ديالها، النصائح، شنو نعملو شنو ما نعملوش، واهم حاجه في التعامل مع الماكينه باش نحافظوا عليها اطول مده. اول شيء ملي غادي نشريو الماكينه ضروري هاد ثلاثه دموغات الحاجات اللي خصنا نشريوهم، اللي هما الملح، الصابون ديال المواعين، هذا كاين انواع طبعا، كاين ماركات انا جبت هنايا فيري. بالنسبه للجوده ديالو كاين انواع بزاف وكاملين مزيانين زعما. فينيش اللي هو هذا ديال الملمع اللي ضروري حتى هو فينيش، واخا السعر ديالو ماشي غالي، الملمع عفوا السعر ديالو ماشي غالي وكيبقى يعني كنستعملو، بقى لك هذه 3 شهور حتى 4 شهور يعني كتبقى كتعمر ديك هذا وكتبقى الماكينه خدامه به حتى كتعطيك الاشاره بان خصك عاد كتزيد لها يعني كيبقى. الصابون كل غسله كنعملو واحد الحبه ديال الصابون، وخرجوا دابا هاد الانواع ديال الصابون متطورين بزاف، كيكونوا فيهم حتى الملمع ديالهم بحال هاد الماركه هذه اللي شريت. هاد العلبة فيها 20 حبة، بالنسبة للأسعار كيختلفوا على حسب كل موطع. والملح غادي نوريكم نصائح كاملة كيفاش أول مرة متشريو الماكينة شنو يتعملوا. أنا هنايا كنت مخدمها غسلتها، دابا نشرح لكم طريقة الغسل اللي هي عندي في آخر الفيديو، كيفاش كتنقيوها كل شهرين أو 3 شهور كيفاش كتغسلوها. هنا أول حاجة كيف كنشريو الماكينة، كنركبوها كنانستاليوها، كنجيو لهنايا، هذا هو المكان فاش كنعملو الملح. الملح ضروري في الماكينة، الملح خاص بها ماشي الملح اللي كنطيبوه، الملح اللي كنشريوه خاص بالماكينة. هذاك الملح كينصفي الماء وكينقي الماء من الكالكير والشوائب، ما كتبقاش فيه باش الماكينة كتبقى ديما مزيانة وكيوصل لكم الماء مصفي للمواعين وهذا، وما كتصدلكمش الماكينه من داخل اولا كيتعمر فيها الكركير، فهو ضروري بالنسبه للماكينه. وحتى في الغسيل انا كنشوفو تما كينقص في الماكينه كتبرت القشوع اولا المواعين كيتبدلوا بحال كيبداو يتذببوا. الكميه اللي كنحطو من هاد الملح هذا راه كل ماكينه والعبار ديالها. هنا عندي هاد الكيس هذا فيه كيلو، غادي نعمل غير النص ديالو وغادي نشوفو الماكينه شنو غتعطيني، واش غيكون كافي ولا غادي تقول لي راه الملح ناقص. بحال اللي قلت لكم ديما الكتاب ديال الماكينه كترجعوا له وكتشوفوا ان هاد الماكينه هادي شحال كتبغي ديال الماء شحال كتبغي ديال الملح. غادي نشد هنايا هذا ضروري، وغادي نوريكم حاجه ثانيه اللي هي مهمه في الماكينه، الفلتر. هو هذا ساهل كيزول، غير هكذا كندورو واحد نص دوره صافي، هو هذا، هذا هو اللي كيعمل الريحه في الماكينه، لا بقات بلا غسيل وبقيتو كتشموا فيها الريحه كتعرف الفلتر خصو يتنقى، يكونوا البقايا ديال الاكل لاصقين فيه، فضروري مره مره كنجبدوه وكنغسلوه مزيان، كنزولو منو لكاين شي حاجه ناقصه وكنردوه ونغسلوه مزيان ديك الشبكه ديالو صافي. هنايا بالنسبه للراس ديال القشوع ضروري التستيف ديال القشوع مهم بزاف بالنسبه للماكينه. كاين هذه اللي كيجيو فيها المواعين، بعض المرات كنحيدها كيكون عندي قشوع بزاف كنحيدها، وهذوك المغارف كنستفهم هنا. هاد الجهه الفوقانيه كيكونوا فيها الطباسل اللي صغارين وكيكونوا فيها الكيسان الحاجات اللي صغيره، وهادو هما البروغرامات ديالها. البروغرامات ديالها يجيو هنا في الباب ما كيجيوش من برا، كيجيو من داخل، سهله، فيه 5 ديال البرامج غادي نشرحهم لكم كاملين. كاين هذا ديال 4 ساعه غير ديال التشليل، يعني غير بلا صابون كنشلي المواعين مثلا كتخدموها، كيكونوا فيها المواعين قلالين فما كتقدر ما تغسلهاش باش ما يعملوش الريحه في الماكينه، كتخدم ديك البروغرام هذاك 4 ساعه كيشل الحوايج. هذاك البروغرام ديال النص واحد على جوج، هذاك البروغرام ديال ملي كتكون عندك مثلا خاويه فيها غير شويه وخصك تغسلهم ولكن ما خصكش غسله كامله، كتخدم هذاك كيعمل لك الغسله ديال الماكينه زعما مع مراشي. والبروغرامات اخرين كاين هذاك اللي فيه ديك الكويسات وديك الجاج اللي هذاك 55 درجه ديال الماء، هذاك فيه 60 دقيقه ساعه. كاين هذاك اللي 60 درجه اللي هو فيه واحد ساعه ونص، وكاين الايكو ديك 45 درجه ديال الماء، هذاك الايكو كيدي تقريبا جوج ديال الساعات، جوج 190 دقيقه كيدي. هذاك ايكو في كل شيء، هو واخا الوقت طويل ولكن كيكون اقتصادي في الضوء في الصابون في الماء، كتخدم وكتوقف كتخدم وكتوقف فكتكون اقتصاديه، هذا هو المقصود بها. وكاين هذاك ديال 35 درجه 20 دقيقه، حتى هما الغسله خفيفه تقدروا تستعملوه. التشغيل ديالها ساهل، كنضغطوا هنايا من بعد كنجيو لهاد البوطونه المربعه الثانيه ديال البرامج وكنشوفوا البرنامج حنا اللي حنا بغيناه. بحال قلت لكم انا هنا غنخدم غير هذاك التشلي، انا باقا ماشي عامره وخصني غير نشلل ديك المواعين باش ما بالكتمه ديال الماكينه كيعملوا بحال الريحه الا كانت فيهم الماكله، فكنخدم غير هذاك التشليل لانه باقا نخدمها حتى لغدا حتى تعمر.
كيخدم غير 4 ساعة وكيوقف. مي كتكون خدامة كتعطينا هذا الضوء، هذا كيقول بأنه خدامة يعني كتخرج الماء. وكل ماكينة والسيستم ديال كاين الماكينة كتظهر لك الوقت من برا، ومي كتسالي كتطلع هاد اند النهاية صافي كتكون سالات، كتفتح كتشوف قشيعة ديالك. وهذا دابا بحال اللي قلت لكم انا هنايا جربت معكم غير تشليل ديك البروغرامات ديال 4 ساعة، غير شلت ديك المواعين اللي داخل غير بالماء، كتكون فيهم الماكلة ما كتنشفش او لا الريحة او لا هذا. دابا نشرح معكم الطريقة ديال الغسلة كاملة والطريقة ديال الغسلة ديال الماكينة. صافي هنايا تنكون غنخدمها وغادي تتعمر وغادي نغسلو. نهضروا هنايا على بالنسبة للصابون، الصابون هنايا والملمع الملح راح نعملناه في الماكينة. باقي نشوف معكم الماكينة، باقي ما شفناش الماكينة واش قابلة داك الملح ولا قليل، غادي نوريها لكم. الملمع ضروري، الكيسان ولا حاجة الدجاج كيخرجوا باهتين، والصابون هذا المكان ديالو غنوري لكم الملمع والصابون هنايا كنعملوهم. كاين هذا ديال الملمع كتعمرو بديك السائل، كنفتحوها بهذا الشكل هذا، ها هي ساهله كيفاش كتفتح وكتشد صافي. وكنجيبو هذاك الملمع وكنعمروها حتى كيعمر. هي فيها العلامات ديالها، راهو كاينه تما الارقام وكاينه واحد العلامه مي كتوصل ليلا، وكاينه حتى العلامه احد ديك الارقام بالنسبه كتكونترولي حتى الكميه ديال الملمع اللي كتخرج في كل غسله. فهذوك الارقام معمولين هذيك القضيه هذيك، وكتبقى تعمر هكذا بحال اللي قلت لكم. هذا راه كيدوز لانه على فتره عاد كيتسالى، فكيدوز فتره طويله، وهذا ماشي غالي بحال اللي قلت لكم. بالنسبه للاسعار انا ما عقلاش بشحال كنشريهم، ولكن كيختلفوا من كل مطعم وكيختلفوا على حسب المنتوج. بالنسبه للمنتوجات الاحسن طبعا والمعروفين عالميا هي فينيش، وكاين خرجوا منتوجات اخرى حتى هي راه مزيانه. بحال انا جبت الصابون راه جبت فيري، عجبني هذاك المنتج وجبتو باش نجربو المواعين وخرج مزيان. ها هي هنا شديناها صافي. بالنسبه للملمع راح نعملناه، اذا كان قليل راه الماكينه كتعطيك السينيال بان الملمع راه قليل فخصك تزيد. بالنسبه للصابون هذا هو القجر ديالو، كاينه جوج ديال المواطع، كاينه ديك المواطع فين كاينه ديك العلامه ديال التشليل، هذه ملي كتكون كتشلل كتعمل الصابون اللي بغيتي الصابون ليكيد كتعملو تما. وكاين واحد الصابون خاص هو ديال التشليل كتعملو، انا ما كنستعملوش صراحه، حتى كنجي نغسل وكنستعمل الصابون نيشان في المكان ديال الصابون. بالنسبه انا عمرت هنايا بالمواعين بحال اللي كتشوفوا الرصه ديال المواعين، ضروري خصنا نعرفوا كيفاش نرصوهم. كاين هنايا هذا المقطع ديال الاطباق، انا هنايا عامله فيه هاد الكاسرونه، كاين هاد المقطع هذا ديال الاطباق ضروري تباصل واحد الجهه كيشوفوا الشمال واحد الجهه كيشوفوا اليمين باش الماء كيتوزع لك بين المواعين مزيان كيتغسلوا مزيان. راه بعض المرات كتجبد مثلا قشوع كتجبر شي حاجه ماشي مغسوله مزيان، راه الطريقه ديال الرص كتكون غلط، الرص ديال القشوع كتكون غلط. انا غنعمل هنايا هذيك الكاسرونه، وضروري الحاجات بحال هكا خصهم يكونوا مقلوبين. كاينه هنا هذه ديال المغارف بحال قلت لكم انا مره كنحيدها كتدي لي موطع، وكاينه هادو ديال الطباصل اللي هنايا غادي نوريهم لكم كيكونوا كيتهزوا كيطيحوا، يعني كتقدروا تستعملوهم الطباصل اولا كتستعملوهم الا كنتي غتعمل طناجره ولا شي حاجه، كتنعسوا بحال هاد الشكل هذا وكتنزل عليهم المواعين. انا عامله هنا هاد الكاسرونه وعامله، انا حاولت نعمل لكم المواعين كامله، المقله طنجره. ردوا البال لهاد الفرفارات اللي كاينه هنا وكاينه تحت، ضروري المواعين ما تجيش مهزوزه حتى الفوقي بحال هكدا، شي مغروفه كبيره شي يد شي مقله ويكون كيضرب في هذوك الفرفارات، هذوك هما اللي كيكونوا كيدوزوا الماء، فضروري تردوا البال. وكذلك ما يكونوش هوادين شي مغروفه اولا شي كسرونه مثلا اليد ديالها هواد وكيحادي في هذوك الفرفاره اللي تحت اللي كتخرج الماء، هذوك كيكونوا كيدوروا. حتى الصابون المقطع ديال الصابون ما خصوش يكون الجهه ديالو شي حاجه طويله تغطيه، راه الصابون ما يهود لكمش في الماكينه، غتفتح تجبر الصابون الباب تفتحت والصابون بقى ما هودش. المواعين دائما كنزلوهم مقلوبين، دائما كينزلو مقلوبين. كاينه هذه حتى هي كيجيو فوق منها بحال اللي قلت لكم مغارف، انا غير ما ركبت حتى شي، راه كتقدر تعمل فوق منها المغارف. كتستف المواعين بحال هذا الشكل هذا، الطباصل صغارين كيجيو هنايا بحال اللي قلت لك، غير يكونوا الا كانت عندكم ردوا البال الا كانت عندكم الفرفاره فوق ما يجيو شي قشوع عاليين. الكيسان ما كنعملوهمش في ديك ديك الحدايد اللي خارجين لان كيقدروا يتكربشوا لكم، فكتعملو المقطع ديالهم راه عندهم المقطع ديالهم هما اللي كيكون في الجنب. هذه بحال اللي قلت لكم كتقدروا تعملوهم فوقي وكتعملو فوق منها المغارف وديك الشيء كتتفهم فوق منها. انا مغارف كبارين وهذا اللوح هذا كنعملهم دائما فوقي، كنخاف نعملهم تحت وبقاو يضربوا في ديك الفرفاره ديال الماء، فكنودهم هنايا
انا هذه خصني نركبها، انا ما ركبتها شي. دابا حيت يدي فيه التليفون، شابره به التليفون ما قادره شي. حتى هو كان من بحال هكذا وكان معمل عليه مغارف بحال اللي قلت. المواعين دايما تكون مقلوبه على وجهها، انا هبطت ديك المغرفه نتاع حيت المواعين بحال اللي قلت دائما تكون مقلوبه على وجهها، ما تكونش بحال الكيسان يكونوا مقلوبين، الطباسيل يكونوا مقلوبين، حيت غادي الا ما عملتهمش مقلوبين غادي يعمروا بالماء من فوق وغيبقى ديك الماء مقلت هك. بحال هكذا غتجيب راه الطاجين عامر، الطبيسل عامر بالماء، ضروري يكون واقف اولا مقلوب. نفس الشيء كيسان، هذه راه باقا من فوق راه باقا تعمر، ولكن انا ما عمرتهاش لان باغا نصور معكم، نصور معكم الفيديو. الصابون انا بحال اللي قلت لكم هنايا استعملت هاد فيري هذا، وهذا مزيون فيه بلاتينيوم بلس، فيه 20 حبه. كينقي حتى الفلتر، مصورين فيه الفلتر تحت. كينقي حتى المواعين ديال الفران، يعني الطياب ديال الفران اللي كيكونوا لاصقين لطن الفران، وكيخدم بحال اللي قلت لكم من الفلتر. وفيه جميع حتى الملمع، فيه ديك السائل الزرق اللي فيه، فيه حتى الملمع ديالو، كيتماشى مع اكبر الماركات ديال الغسالات. وهنايا عاطين كل شيء اللي كيمشي فيه الملمع، زعما شنو كنت نقول لكم اخر، كل شيء مكتوب بحال قلت لكم ماكله من الفران. مهم تنظيف الغساله، مهم هم مكتوب موراه جميع المميزات اللي فيها، وديك الزرق راه الملمع، وهادو المكونات اخرى اللي فيه، والصابون ديالو. فانا غادي نستعمل هاد المره هذا. الجوده ديالو مزيونه، نقرب عاوتاني نشوف لكم هنايا فعال حتى في الغسالات القصيره، فيه اللمعه، كيعطي اللمعه فائقه بالنسبه للكيسان مناسب. المهم تكون تشوفوا بزاف ديال الحاجات، دائما قراو في الصابون شني لاش مناسب ماشي مناسب، اي حاجه اي معلومه. وكذلك الكتوبه ديال الماكينه ضروري، راه جميع المشاكل كتشوفوها كتعرفوها من الكتاب ديال الماكينه، ضروري شني تجنبون هذه الماكينه وشني شني تتفاداوها وشني تستعملوه. المهم هذا الصابون هضرنا عليه، صافي كنعملو بحال هاد الشكل هذا، وكنشدو عليه وكندوزو ونغسلو المواعين ديالنا. هو ضروري نشدوه، راه هو ملي كتبدا خدامة راه كيتفتح. بحال اللي قلت لكم انا الا شديت هاد الباب هادي وكانت شي حاجة كبيرة، شي صينية مثلا مغطية جهة الصابون، يقدر يتفتح وميهوتش الصابون. هنا غادي نخدم، مخدمة هاهي غنعمل بروغراما اللي غنغسلها بيها. غادي نغسل انا بهاد البروغراما ديال 55 درجة، هادي درجة ديال الماء، حرارة الماء. الوقت هذيك 55 درجة، هذيك راه هي الوقت ديالها ساعة، أنا دايما كنستعمل هاد الساعة دايما. بالليل بغيتي تخدمها بالليل كتخدمها كتعمل ديك ايكو، كتاخد وقت يعني واحد ساعة ونص جوج ساعات، ما كتكونش كتستهلك الماء ولا الضوء، ما تخافوش، ولكن هي فعلا ايكونوميك يعني بالنسبة لا الماء ولا الضوء. ملي كتشريو الماكينة ديالكم ردوا البال بزاف د الحاجات بحال هكذا، بالنسبة لاستهلاك الماء استهلاك الضوء كيكونوا مكتوبين، وحتى استهلاك الماء والضوء، حتى الصداع، فرق بين ماكينه وماكينه، كاين الماكينه كتعمل الصداع. بالنسبه للبروغرامات انا شرحتهم معكم كاملين والوقت ديالهم، وبحال اللي قلت راهما كيكونوا في الماكينه. شوفوا معايا الملح اللي قلت لكم راه العلامه ديالو عطاني الضوء بان الملح قليل، فانا غادي نكمل هذا اللي بقى كامل من هذه الملحه هذه، يعني كبيت لها ديك الكيلو كامل. الملحه كتعمل ديك كتبقى ديك شهر شهر وي، فعلينا انا كنقول لكم هادشي كيبقى على حسب الاستعمال. كاين اللي كيخدم الماكينه كل 3 ايام، كاين اللي كيخدمها يوميا، كاين يومين، كيبقى على حسب الاستهلاك ديالها والاستعمال في الدار ديالها. صافي هنا عاملين قلنا الملمع، عملنا الملح، هو ديك الضوء ديال الملح راه هو زال ما بقاش يشعل، يعني راه هي صافي دابا الملح كافي. صافي غنخدم بروغرام، ساهله هي في البروغرامات ديالها ساهله، غنخدمها في هذا اللي قلت لكم ساعه، درجه الماء 55 درجة، ها هي كتخدم غير كتشد كتخدم، صافي كتبقى خدامه. هادي راه ساعة، الوقت اخترت انا ديال ساعة. اذا كنتو شديتوها وتفكرتو شي حاجة ماشي مشكل، تقدرو تفتحوها غير قبل ما تبدا الخدمة، يعني ان شاء الله شديتوها وتفكرتو شي حاجة تقدرو تفتحوها عادي قبل ما يخرج الصابون، تقدرو تفتحوها عادي وتصيرو تعملو شي حاجة لنسيتوها وترجعو تشدوها، كترجع هي تكمل. ملي كتسالي كتعطيك العلامة ديال اند هنايا، كتفتحها كتجبر المواعين ناشفين سخيخنين وناشفين وغزلان. شوفوا اللمعة، شوفوا اللمعة كيفاش نية في القشوع، سواء بالنسبه نشوفوا الكيسان، وهاد الكيسان بغيت نوري لكم فيهم الزواقه راه هي مازالتش. بالمناسبه بالنسبه للمواعين الحاجه الوحيده اللي ما كتجيش فيها هي
هي الالومنيوم، الالومنيوم كيكحل فيها كيتصبغ، الاينوكس هاد جرانيت كلشي. شوفوا التبصيل تا هو مزوق، راه بقات له الزواقه ديالو. بعض المواعين راه ملي كتشريوهم كتجبروا في الكرتونه واش كيمشيو في الغساله اولا ما كيمشيوش. ردوا البال غير هكذا. الباقي بحال اللي قلت لكم العادي، غير هذا شوفوا كيفاش الطنجره خرجت لي من داخل، خرجت كتشعل. غير بحال اللي قلت لكم الاينوكس المولي المولي الالومنيوم. هنا غنوريكم الفرق بين حاجات غسلتهم في الماكينه وحاجات كانوا مغسلهم بالغسيل العادي. هادو غسيل عادي، شوفوا اللون وشوفوا الغسيل الماكينه، شوفوا اللمعه. راه الماكينه ما نهضروا على كلشي والمميزات ديالها كامل، ولكن حتى اهم مميز راه المواعين كيتعقموا، راه الماء سخون والوقت والطريقه ديال الغسل راه المواعين كيتعقموا. شوفوا اللمعه، شوفوا شوفوا الغسيل ديال العادي والغسيل ديال الماكينه، فرق كيكون فرق. القشوع ديالك دائما كيشعلوا. ها هما هاد البصل عاوتاني، شوفوا الصفوره اللي في هادو وشوفوا هذا بالماكينه، فباين يعني. انا حتى ملي كتكون خاويه شي مراري كنجيب القشوع من كيسانه ولا هاد. شوفوا هادو ديال اتاي كيكونوا كيتصبغوا، شوفوا كيفاش النومه. كنجيب عندي شي كيسان في شي فيترينا ولا شي كيسان ما كنستعملوش الضببو ولا شي حاجه، كنخشيهم مع الماكينه كيتغسلوا. بالنسبه للتخميل رائعه، تكون كتخمل الكوزينه ماكينه القشوع رائعه، كتهز الدجاج كتعمر فيها كتخدم، وخا غاديك ديال 30 دقيقه ولا هذا ولا 20 دقيقه كتغسلهم لك رائع. غنهضروا على واحد النقطة أخرى اللي هو الغسيل ديال الماكينة بيدها، باش نغسلوا الماكينة ونغسلوا لها هذيك الطوبوس ديالها. كاينة المنتجات ماشي غالي الغسيل ديالها، ها هو ها هو كيوري كيفاش تخدموا. هادي ديال الغسيل ديال الماكينة، هنا ماشي كنفتحوا الغلاقة كنحيدوا غير هاد الغطا هذا، وكيف ما كتشوفوها هكذا وكنقلبوها، كنقلبوها بحال هاد الشكل. جميع العلب ديالها راه كيتقلبوا هكذا، كاينة أشكال ديال العلب ولكن كاملين نفس الطريقة بحال هاد الشكل هذا. ومن بعد كاينه الماكينه اللي عندها البروغرام الخاص بها، كتجبر البروغرامات ديال الغسيل ديال الماكينه. وكاينه بحال دابا انا هادي، اي بروغرام بغيتي تخدمو خدمو، اي بروغرام من البروغرامات اللي كتستعمل هنايا خدمو، راه هي غادي تخدم غتغسل راسها. انا هنايا غادي نخدم نفس البروغرام اللي قلت لكم كنستعملو اللي هو ديال 55 درجه الماء اولا هذا. المهم انا كنخدم هذا حيت على حسب الوقت ديالو، ساعه ما كيديش الوقت بزاف، اولا هذا مثلا 60، انا خدمت له 60 صافي وكتخدم. غير غتسالي، غير غتسالي، راه هي غادي هنا كتنشف، ها هي كتعطيك هاد العلامه هادي بان كتنشف. مي كتسالي هاد العلامه كتعطيك العلامه بان هي سالات. فالماكينه ساهله بحال اللي قلتها هي، شوفوا كيفاش خرجت كتشعل، الريحه ديالها كتكون كتحمق. وهي ديك العلبه شوفوا خوات، مابقى شي في هذيك المنظف. هذا شهرين 3 شهور. كذلك البديل ديالو تقدروا تعملوا خليط ديال بيكربونات الصودا والليمون وكتغسلوا بهم الماكينه ديالكم كذلك، ماشي مشكل. كاين الاختيارات هكذا واختيارات هكذا اللي بغيتو. شوفوا كيفاش كتخرج الماكينه كتبرق، والريحه كذلك كتكون غزاله في الماكينه، وكتحافظوا على الماكينه ديالكم. شوفوا ناشفه وكتلمع. هنا غادي نوريكم الماكينه اللي انا شريتها، نوريكم الماركه ديالها هي والريفيرونس ديالها. ها هي الماركه ديالها ميديا، وهذه هي الريفيرونس ديالها. دائما بحال اللي قلت لكم راه كاينه جميع الاحتياطات، شنيت رد البال، دائما ما تستهونوش بالكتوبه، دائما ها كل شيء شنيت تستعمل، الكميه اللي تستعمل الملح بطونات كل بطون ديالاش، بروغرام كل بروغرام ديالاش، كل شيء مشروح، ها كل حاجه ديالاش وشني اسمها ولاش كتصلح. هنايا عاوتاني الملاح، الكميه، هاد الفرفارات فين تحط الملاح، الطريقه، كلشي راه بالكتاب. راه انا اي حاجه كنشريها راه ما يمكنش نخدمها انا ما قريتش هذا الكتاب. هالبروغرامات، الطريقه ديال التوزيع ديال القشوع، كيفاش ترد البال، الحاجات اللي ممنوعين، كلشي كيكون في الكتاب. ها الحاجات اللي ترد لهم البال، الحاجات اللي ما تعملوش بحال دابا هاد الشوكه المنتك هنايا خارج من تحت، حاجات بحال هكذا. راه هادو مهمين في اي حاجه كتشريوها. ها هما الفلتر، كيفاش تنقيه، كيفاش تفكو، بروغرامات، اي حاجه، اي حاجه راه كاينه هنايا. كيفاش انصطاليها، الانستالاسيون ديالها كتقدر دوزها لها من لابابو. ها هي هذا اللي اللي كيسرب الماء، ها هو اللي كيخرج، واللي هنايا عاوتاني ها كدوز لها الماء. المهم كلشي كلشي كاين زعما. ها هما الطريقه ديال توزيع المواعين كيشرح لك عاوتاني هنايا كيفاش. ها هما كلشي، المغارف، المواس، ها شحال كتهز ديال الطباصل، كيسان، كلشي مشروح. ها هي هادشي ما كاين، هو هذا الفيديو ديالي اليوم. كنتمنى كانت فيه شي فائده وكان فيه شي نصائح اللي تقدر تفيدكم. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء.